السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر روس فيديت وفيديو ده راح اسألكم في فورتنايت. ده بعد الجيم من اول، وده الحين يعني قلت انه يمكن في الجيم خليني اصور كده مقطع خفيف وبس مع العيال، لكن ما يا اخي ما يمديني اطلع صوت العيال يتكلموا في الجيم لكن ما يطلع صوتهم، ما ادري ليه. يلا يلا بنجلدهم يا عيال. يا عدنان الشيطان يلا يلا كفو يا عيال، مدينة مدينة. اوف والله كنت بموت يا عيال. الحافة فينو 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 فين الواحد ذا اللي قاعد تتكلم؟ ما نبى ما نبى نساعدك يا اخي. كم اخويا عدنان شيطان خلاها ما في واحد قاعد يتابعني يا عيال. العلوم الرجاجيل اولامي والله ما درست الاغنية، والله يمكن قاعد اقولها خطأ لحديد. طفشني في الكومنتات يقول قاعد اقولها خطأ. عشانك منوب، عشانك منوب ما تقتل زي كذا يا منوب. عيال بنخلص المقطع سريع سريع، ايش فيه؟ ميدو 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 يا ملقلق. والله ده ملقلق مرة. هو يا عدنان الشيطان خلى عقلي ما مر. والله يا عبود انت زلاخ ما تعرف تلعب. طيب يا اخي انا يمكن اذبح 7 8 او ادحين يا دحين، لكن رب الكعبة في قيامة ادخل فيه اقتل مدري كم. خلاص قاتل ثلاثة، حدك ثلاثة. بس 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 قاتل 10 ايش ده 8 واكيد كلهم ما هم يعني ناس حقين دروبات دروبات ايش عن جلتشات قاعد اقول انا. الله العظيم هيب شكرا. جق 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 فوجا جق جق. لا ما يا عيال والله نادرا صرنا منعوا الجق جق، يمكن دحين منعوا الشرطة الحين ما عاد في جق جق، ما عاد في جق جق يا عيال يا عيال ما عاد في جق جق. يقولوا معفن الجق جق. اي او اي او جيب الله الروح ملقلقين. لا لا فين عنبر معجون عليل. يلا يلا مديك عليهم مديك عليهم يلا يا خوي مديك عليهم. بس امشي امشي بس لا. كم في واحد كم واحد كم واحد
كم واحد؟ بس هذا كله عشان واحد؟ بس اثنين. يا خل سراق اللوت ده حمودي، سراق اللوت اكبر سراق لوت ده حمودي. ان شاء الله يفرشك. اديني شتقن يا اخي، بشتقن ماكي، ما عندي الا تكتك يا زك. خذ السمكة يا حمار. قاعد تقتل السمك انت حمار. والله ميدو ما هو راضي ياخذ اي معالجة. والله ما ادري اخو اللي قاعد يلعب. لازم يتكلم شوية. يا خلصوا ده المعبى، المقطع صار طوير طويل طوير. استغفر استغفر. ما ادري كيف قاعد ارفعها وما اطيح، ما ادري كيف فورتنايت قاعد تتبع. فرشوني يا عيال اطلعوا. رنوه رنوه. ادوني شتقن يا زبايل. والله سرق لوت ده حمودي مرة. اللوت ده اللي قاعد تسرقه. واحد. انا محترف، اكتر واحد محترف فيكم. ان شاء الله بنزل فيديو وانا جلدكم. الفيديو طول يا زبايل. ما يمديني اخليك اكتر من كذا يا عيال. هذا كان نهاية الفيديو، بيكون في جزء ثاني. ويلا سلام.